على بالي راكي باغيه ديري كاطو للعيد يكون زاكي واقتصادي وما فيهش الشيك، راكي وين ما تدوري تلقاي الشيكولا. على بالي اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معاكم وصفه تاع جلجلانيه بريستيج زاكيه وبنينه معسله، يعني اش نقول لكم جربوها واكيد اكيد غادي تعجبكم. بالنسبه للمقادير لهذا الكاطو تاع نهار اليوم، عندنا 250 غرام تاع المارغرين، عندنا 3 ارباع فنجان تاع زيت، رشه تاع الملح، عندي زوج حبات تاع البيض كاملين، عندنا زوج مغارف كبار تاع جلجلان اللي كنا حمصناه، عندنا كاس تاع كاوكاو ولا لوز اللي كنت حمصته وطحنته متوسط رايح للرقيق يعني مش خشين، وعندي هنايا السكر غلاس انا نستعمل هذا تاع الاحسان، قلت لكم شباب بزاف في الطلياف في التسكار في الحلويات. هنا غادي ندي كاس مشي معمر تاع سكر لخاطر هذه الحلوه غادي نعسلوها باه ما تجيناش حلوه، ولا بغيتي ديري كاس ديري كاس، كل واحد والذوق تاعه. هنا لا كنتو تخدموا بيديكم دي خدموا كل حاجه وحدها، انا غادي نخدم بالباتر. وهنا عندنا تاني لافاني تاع الاحسان، غادي ندير مغرف كبيره تاع ماكله، هذه يعني تاع المحترفات اللي يخدموا الحلويات، فيها 4 كيلو يعني تشد لكم ما شاء الله. نجي هنايا نطلع بالباتر كامل هذوك المكونات اللي درتهم. الجلجلانية انا اللي نخدمها ما نديرش فيها بياض البيض، يعني كي نجي نشكلها باه نرمدها في الجلجلان ما نديرلهاش بياض البيض، نخلي برك العجينه طريه والجلجلان غادي يلصق وحده بلا ما ديري بياض البيض. هنا بالباتير نطلعوا مليح مليح هذوك المكونات حتى نتحصلوا على كريمه كما راكم تشوفوا. نجي هنا نبدا نلم بالفارينه. بالنسبه للفارينه كما قلت لكم العجينه تكون طريه، لازم تكون طريه بزاف باه الكاطو يجيكم هشيش ويجيكم يذوب في الفم. عندي هنايا على راس المغرف الصغيره خماره تاع الكاطو غير باه تعطينا خفه للعجينه تاعنا، هذا مكان. ونجي هنا نلم العجينه تاعنا. انا راني ندعمكم بالوصفات الشابين والاقتصاديين، ماذا بكم انتم تاني تدعموني بجام وبارطاج، ما فيها والو، خلوا لي كومونتير شباب دعموني، راني بحاجه للدعم تاعكم ونتمنى ما تبخلونيش، نعرفكم باللي كرمه وما تبخلونيش. هنا شوفوا راني نلم في هذيك العجينه تاعي غير بالشويه وندير الفارينه غير بالعقل، سيرتو المبتدئات ماشي ديروا ضربه واحده، كاين اللي يدها موالفه في العجين موالفه، كاين اللي موالفه تخدم يعني الفارينه وهاد الصوالح ما يلعبوش معاها، بصح كمبتدئه ننصحك باه ديري غير بالشويه الفارينه وتلمي وتشوفي. هنا مهم نركز لكم باللي العجينه تكون طريه، عجينه الصابلي اقل منها شويه باه لاباط كيما قلت لكم تجيكم هشيشه، ما تخافيش منها، هذه ما غاديش نطبعوها ولا نخلوها تطيب هكاك تقولي غادي تتفرش لي في الكوشه، هذه غادي تطيب في المول صافي غادي تكون ملمومه، ما تخافيش منها قد ما تطريها ما تخافيش منها. هنا غادي نلم العجينه تاعي انا، هنا بالنسبه للجلجلانيه غادي نطيبها في المول تاع السيليكون، تبغوا ديروا لها مول تاع المعمول، تبغوا ديروا في يعني هذوك لي مول تاع لي طاختولات مربعين ولا مدورين ولا يبقى لكم اختياري، شتو القوام تاع العجينه كيفاش راه طري. هنايا جبت انا هذا المول تاع السيليكون، انا هذا نبغيه بزاف جايك شغل ورده ومام يعطيكم شكل شباب في الحلويات. نجي هنايا نوزن 32 غرام، المول هذا يرفد حتى 33 34 غرام، بصح انا ما بغيتهاش تجيني كبيره بزاف، درتها 32 تجي هذيك هي في العبر ويعني اللي ياكلها يكملها، هذه هي. وهنا العجينه كما راكم تشوفوا فيها كي تكون طريه نحطوها في الجلجلان اللي ماهوش محمص، جلجلان ابيض غادي وحده الجلجلان يلصق لكم في لاباط بلا ما ديري بياض البيض. من بعد نحطها في المول، المول اللي كنت رشيته بشويه تاع الفارينه باه نضمن باللي الكاطو تاعي ما غاديش يلصق لي، ولا من بعد كي نجي نقلب نشوف الحبه تتكسر لي يطير معايا بكل سهوله. هنا نكمل، وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما شكلت عمرت المول تاعي نجي هنا نضغط عليها، هنا نتبعوا كاع لي ديطاي تاع المول باه يخرج لكم في الحبه باين، كاين بزاف ما يعطوش اهميه للديطاي تاع المول سيرتو هادو تاع السيليكون، بصح كي يعني تبعي كيما هذا فيه التدراس نتبعوه حتى يعطينا الشكل كيما رانا باغيناه كيما شفناه. الفرن شعلته على 180 درجه. بالنسبه للطريقه الطياب
المول كي تحطوه في السيليكون حطوه بالمقلوب وخلوها طيب تدي اللون الذهبي. شوفوا هنايا انا كي طابت لي حميمره شابه، يعني خلوها طيب على غرضها ما تقلقوش عليها. من بعد كي تشموا ريحه طيب طلعوا المول تاع السيليكون، شوفوا الحبات طابوا من تحت، اقلعوا المول تاع السيليكون وخليهم يتحمروا من الفوق، تجيكم طريقه سهله. يعني دروك شنو غادي ندير هنايا، انا الحلوه تاعي خليتها بردت، كنت ما كنتش قاعده. نتوما كي تكونوا قاعدين الحلوه كي تخرجوها من الكوشه وديمولوها من المول ديروها مباشره في العسل اللي يكون بارد. انا هنا خليتها بردت صافي، شادرت حميت شويه العسل تاعي قد ما طلق روحه، ونحط الجلجلانيه تاعي في العسل ونخليها تتشرب، ماشي غير تدخلوها وتخرجوها، خلوها تتشرب شويه باه تدي لنا هذيك يعني هذيك التحسال، ماشي غير دخله وخرجه. نخلوها واحد 5 دقائق هكا تشرب على غرضها مرة على مرة، عاودي غطيهم كامل في الحسل وبداي تقلبي فيهم كما قلت لكم حتى يتشربوا لكم الحسل. الا كان الحسل تاعك ثقيل بزاف طقي زيد له شويه تاع مازر ما فيها والو. من بعد هنا ما تشربت لي هذيك الجلجلانيه نجي نصفيها هنا في كسكاس، نخليها تقطر من هذاك الفائض تاع الحسل. وصدقوني هذا الكاطو قد ما يقعد قد ما يزيد يطرى وقد ما يجي قد ما يزيد يجيكم بنين، يعني بعيدا على البريستيج وبعيدا على الشيكولا وبعيدا، درت لها انا لمسه تاع بريستيج بصح ماشي ضروريه. الكاطو هذا غير هكا قادره ديري له غير هكا ويجيك بنين بلا ما ديري له الديكور. نخليها تكتر من هذاك العسل، وهنا يديت خليط تاع التلميع اللي هو عبر تاع عسل مع عبر تاع جليكوز، درتهم على النار خليتهم مغلي وقصت فيهم شويه تاع مكسرات كما قلت لك على حساب مشا عندك انتيا، تبغي ديري غير نص حبه تاع سوريز من الفوق وصاي. هنا انا درت لها كما قلت لكم لمسه هكا تاع بريستيج زعما كما تعرفوا باه نزوقوا المائده تاع العيد هذا مكان. هنا ندي شويه تاع هذاك خليط التلميع نحطه من الفوق فوق الحبه باه تلتقلي عليها المكسرات. نحط هنايا السوريز هذاك اللي كنا قطعناه، تبغوا ديروا نص حبه ربع حبه كما تبغوا. درت شويه تاع اللوز وشويه تاع اللوز تبغوا ديروا الحبه على 4 الحبه على 2 كما تبغوا نتوما. وفي الاخير تزيدوا لها الورقه الذهبيه، تبغوا ديروا شوش الورد، كل وحده دير قلت لكم الشيء اللي عندها، يعني ماشي حاجه مكلفه. ونخلوها يعني تنشف من هذاك السائل تاع الجليكوز والعسل كيما تعرفوا يولي يتلاصق، خلوه ينشف. طريقه سهله تاع التزيين ماشي حاجه صعبه. وطقي ما مديري لها ورده بعجينه السكر، انا نعطيكم الاقتراحات تاع التزيين. طقي ديري لها حبه لوز، طقي مثلا كيف كيش نقول لكم، طقي تخليها هكا تاني، يعني تجيكم شابه ماشي حاجه اللي تكلف. انا هنا غادي نكمل ونوريه لكم جاهز ان شاء الله. شوفوا هنا الكاطو تاعي بعد ما زينته، يعني شوفوا ما شاء الله يحمر الوجه. مام تكون عندك مناسبه ولا تكوني راحه عندك كيما نقولوا حنايا موليمه ولا ديريه غادي يحمر لك الوجه. المقادير اللي تتهم لكم يقطعوا لكم 40 حبه، ما تنساوناش بالجام والبارطاج.